شوفوا هالولاد واش بيكم هذا؟ هذا وين دخلت؟ لا تفوا واحد فرح ولا زغرتوا ولا باركتولي ولا همكم تزوجت؟ لا فيها عيب ثانية مش عيب زغرتوا ماني بحاحة معليش منيتي معليش أو على بالي أنا مازال ما شربت أتاي شغل مازال ما استوعبت وش راهي صرا والله يا أنت يا تيجاني غير استوعب على روحك ما لا شوفتك نقول لكم واحد الهضره هاك دخلوها في روسكم هاو عمكم العربي منا والفوق راح يعيش معنا هنا في الدار اللي حب حب واللي ما حبش هاو على باله وين يروح محرز على قول ايه كدمة سمعتي شكيش بابلو سي سي لا بون نو لي كورليون الى كاين اللام رقية اللي خارجة فيا انت جانية حركي المستعان السلامة والعافية انتي مخيوس تسيلين غوميزا متشرفين وش راهي سافار سيسي يمبا انا خافيني انا هو المازوزي بصح علاش قايا قادر مع رقية توجور صابر مامو كاش جديد على وصية فادر علاش راكم هنا وش كاين يا ماري روحي لدارك صرقني يا رقية ايه هبلوني خلوني طمعي هيا بركا وهذا مكانه ما عنديش سهر مع ولادي مليحة يتزوج يمانا ويزيد يسكن معنا أيوة وهذا يخلص الكرة ولا باطل هذو الزوج هذو سنهم طويلة ما زال ما شفتش أنا مش مانيش فاهمة كيفها عطاك قلبك انت تعاودي الزواج وحنا قاعدات حنا بناتك يما عندها الحق ما خممتيش فينا بعدا انا والله ولا انا كش واحد راه يخمم فيا انا يا ولا نخمم فيكم المراه مراه والراجل راجل يا ودك راح نعيش حياتي انايا انتم عشتوا حياتكم خلاصك خطط لها بيان ملي راهو في بالك راهو في بالنا قلت لهم شنو يقولوا وليدك يا العربية نديرش عليهم قل لك دوك مع الوقت هما يوالفوا كنت تاني توالفهم أصبر شوية يا ويلي يوم تولدت أنتوا مش داو صراكم هذا ها ناري أو ما تقولوا لي ستو تقابلتوا في الدار وأنا ما كانش ما تقابضنا وما والو ما تقابضنا ما والو عم جابوا لي مكياج جديد أنا سيبي فيهم شوفي نيفو هذا ومكسر أنا سيبي كنا تورنيو فيلم خلعة سأخرجت فينا الخلعة الله ينجينا ما الخلعة سهلة تتقطع تدوى بالخفة تتقطع أنا راح نشرب كاسة تاني نجي معك تيجاني خير أنا راسي ثقال روحوا أنا تاني نروح يما أنا راح نحي البحة هي ما عليش روحوا بك روحوا لما يشوفكمش خير وانت واش مامو البركة في راسكم ولا باش كيفاش يقولوا بون راكم فهمتوني يا فهمناك الحق خاوتي ايرو الحقهم الحقهم باين هذا ثانيهم معاهم ايش نقول لك تشوف فيه وقد انهك وهذا هو السوسة تاع الدار هذا لي تيجي انا نحن نطرطق انا اجمع نحن نطرطق كيف هذه تعود الزواج بالستة خطرات واحنا والو وش هذا الزهر هذا حجاب هذا والله غير حصله يا زقت علينا تاع الصح صح ما فهمتش وشنو هي الحاجه اللي ديرهم جاتكم في العرس تاع مامو اودي هذا سكتو عليا انا نقتلو عاد بالك انا ناسي لك واش درت المره اللي فاتت احلي تي جاني بالك لا تيسح لك يدبغ لي كاع الحاله هاك تشوف يوم مانيش قادره نمسح انت غير قعد وسكت رانا نسالوها لك كاع كيما رانا او خلينا منو هذا سهل المهم حنا واش نديرو هو العربي جمع اول مد خلاق لك نزيركم عليه بولونات حنا هو انا نقول لك هو حاب يخلف لافونس والروطار على هذوك الايامات اللي كنا نهبلو فيه في الحانوت حانوت هبلو علاش واش كنتو ديروا له اويلي سكتوه عليا نجيفك لو كنت تعطي له كاسه تاي لتها به ماشي خير لا 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 يعطيكم صحه لا لا
تاع لا دينيير فوا بركات سي بون. العربي حب يدي رقيه ورزق رقيه. لو على هذه كان يخطط. ما تنساوش باللي رزق رقيه او فيه رزقنا ثانيت. ها؟ ولو كان العربي يدي كلش راحت علينا نقعدوا هكاك. على هذه لازم نوقفوا ليه كي العظم في الكرجوبه. والو ما نخلوهش يتنفس. بصح دقيقه ما فهمتش حاجه. العربي طامع في رزق مامو. ومامو علاش تزوجاته؟ تيجاني. زعما يكون عنده رزق. اودي هذاك البنادم اش عنده؟ اك غلطه تيجاني اما ونعرفها اي ما تدي واحد غلا فيه فايته. اسمع انت يا ولد وليد خالتنا في طرف الدنيا وجبته زعما تقدر تعرف واش عنده العربي؟ العربي هذا ما كان نقدر راه سهله سهله اما لا لازم نعرف عليه كلش نوجدوا روحنا باسكو في زوج ماهم ساهلين. صح هاد لي كاساتي شوف العربي انا ولادي هاد الجامات راني نشوف فيهم ماهمش ملاح ولا ماهم ملاح زرتو من نهار ديت لهم الدراهم وهما سي با سا. كيف ديتي لهم دراهم؟ يسمع عندهم فرتونه ملي راهم هنا. اش من فرتونه تاعك انت هذه؟ واش راح تحاسبني دوك ولا كيفاه؟ ما جيت نحاسب ما والو انا راني تخايل انا ولادك هادو واعرين هادو لازم لهم الزيار وتشوفي الخير كيكثر. شوف العربي ولادي انا عطيتك في فيغ زيرهم اسيدي اه انا خلاص انا عييت عياوني اوعد ما عنديش الجهد بيسوري خلاص لك الجهد اكيد ديتي كلش. شوف انت والله غدا تقلقني يا العربي واش تجيني حتى لداري حتى لهنا اه باش تحاسبني هذه ما نقبلهاش. ما جيتش نحاسبك انا عطيني في فيغ وتشوفي كيفاش ندخلهم لك الصف. يا ولدي أنا قلت لك عطيتك في فير قلت لك هاو مليكم دي واش تحب. سمعت بصح حاجة واحدة برك نحذرك منها ماك تعرفهم خير مني أمو يعرين والله غادي يدخلوك في الصف. دخلوني في الصف ما تعرفينيش يا وانا العربي. ونعرفك مليح مليح يا العربي. ملا غير خليني ساكتة خير أنا وجعني راسي راح نتكا بعد روحي روحي. انتم استناوني راح استفكم اني جايكم. راني قيس هو والله غير عنده يو شكون اللي عنده؟ العربي؟ ايوا عنده الحانوت على بالنا. اه لا لا ماشي غير الحانوت عنده ثلاثة فيلات في حضرة. اه ايوه ايا بركة على بيها. انا قلت لكم باللي رقية ما تدي واحد غير اللي عنده ورث ولا شي حاجة انا قلتها لكم. اسمع ها وين هاد لادريسة؟ في حضرة. حضرة تيجاني هذه راهي فايتها عليا واقيل في وري دارك. قولي ولا اصبر شوفي شوفي اصبر وراي اصبر راه هنا قال لي زادريس ها ماشي هادي هادي هي هادي هي شوفوا صح وي ايه ديك الكوزينه العزيزه شتو هذا شارك معايا وقال لي بلي يسكن في الخارج ومرفه صار الفيلا تاع العربي وكذب عليا. ايوا الكذاب لازم يتحاسب اختي راني قلت لك بعتي لي لادريس تاع نروح نسرع عليه. اسمع ما تروحش وحدك بعت معاك المصابره ولي جيبوها نقسموها كيف كيف. السلامه والعافيه اودي يا العربي طبطب ولا دير حاجه ولا لا عاد بالي الجن ولا لابوليس دخلوا علينا. واش العربي زادم زادم راكم دايرين فيها لمه يا تجمع اش بغيتوا تخطوا ولا لا عمي العربي واش نخطوا احنا هكذا في دارنا الليل نقعدوا نشربوا لاتاي. ابا ديري في بالك من اليوم خلاص التجمعات فوق زوج ما نقبلش. علاش كورونا ولا كونفينمون تاك تحل فمك بزاف راكم نسيت شكون انا يا خينا باباكم جديد. اسمع اسمع من اليوم ما نحبش اللمات سي بون نولي الظل ديالكم بلا ما تحركش. والله لا تضحك يا العربي والله لا هكا رسم متحركة يلا خرجوا برا اي طير يلا الحق 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 وانتم رقدوا ومن الغدوة عندي حساب واحد اخر معكم فاصلكم لا ميموار.
ادوا عندي سبو تغر معك وكما جات شي دي مكسراتشو ماذا هبل ولا واش انا وخالحني هذا وجه واحد اخر كاع ماشي العربي اللي مولفين به بالحانوت الركتو شتا سالي ها العربي ولا يحكم فينا واخذ الزمان هذا يعني شوف ولا يدير في القوانين اسمع غدوه نهضروا معاها نقولوا ليها ما انا قادين على مصيبه واحده اخرى بركت علينا لا درهمنا اللي راح تسج عندك الحق العجوز رجعت لنا الزيرو على بالها ما نقدروش نولوا منين جينا حصلنا وخلاص كنت فكر باللي ما ديت لها درهم تجي في زبيدي اودي نبغي نجي في روحي تيجاني اودي اسمح لي انا ديت لك درهم المطله وعلى بالي حتى انا سرقت سميره من درهمها في البيبون او سرقت سميره مين انت ماكش نورمال ايوا انت نورمال ها تسرق واحد ساكن معاك يا ولدي انا اللي حيرتني كيفاش الدراهم لحقوا عند العجوز هذيك اللي لقيتني نخمم فيها اودي تقول اداه دوك الناس حنا مسلمين يوروا لها وين كاين الصوالح او اش كاين واش رحت رشيتي اي اسكت اي اخذو ايوا كبا علينا الضو ايوا مرحبا بينا في غوانتانامو اجاني انا نطلع نرقد روح بنوي ايوا بنوي شاه بغيتها لك ويلي الواحد ولا جنبو يوجعو كيرقد على هاد الماطلة هبط الماطلة هادا ولا واش ايوا السلامة والعافية برمان بالعقل او على غايضينك يا هني الدم كيف ما يغيضونيش على العربي هادو الولاد راهم ولادي توش بيك هذا العربي يهديك معليش يا سيدي دوك ندير لك غوستوك خلي لهم تريسيتي حتى العشرة تاع الليل اي والله ليه العشرة ولينا دوك في التريسيتي ليه اخويا انت التريسيتي هذاك انت اللي تخلص فيها خلينا جايبينو من البوطو هيا خلاص روح بالعقل برك وزيد نوصيك على نصر هذاك نصر ما تحطوش مع الاخرين انا فوق راسو ريشه يا فوق عشرة سمعت ليه قلت لك هكذا على خاطر ناصر ماهوش تاعنا بيكاج وموش كي خاوتو خاطيه مسكين وزيد فوق هذه ثانية راه ناصر امانه في راكبتي يا خويا سمعي سمعي حنانتك هذه راح تفسدهم شوف العربي بركه ما تبلعت فيا دوك تعرفني ونعرفك انت العقد تاع الفيلا هذه وقتاش تمدوا لي يعني استنى برك في المحامي دوك يجيب العقود تعطي ثاني سنيه نسني لك انا تحب نسني لك دوك بعد نسني لك شو هو انا الشيء اللي نحوس عليه العقد تاع الفيلا يكون باسمي انا هاك تعرفني انا رقية انا مانيش تاع الصوالح هذو يا وانا عارفك يا رقية اها عمره طويل الو سلام وراك اخويا احنا رانا في الدار نستناو فيك هيا روح اروح دوك تفرح جاب جاي خلاص ما لهت لي الفاتح تاع الفيلا ما سمعت الفاتح تاع الفيلا هاتهم لي هنا فيلا فيلا ايه شوف معي جيبك اللي هي شوف عاد ايه صح هاتهم لنا اطلق راس عمري غير اليوم نعيش فيها هلا نعد لك شامبرتك وحسك ما تسمعوش يروح وانتوما اليوم كل شيء يتبدل والقسمة تولي على أربعة إيوة هاتي قسمة جديدة هاتي قسمة جديدة أوديني في الحساب أنا راني معكم هنا ها باركي راك معانا عندك الحنوت ديالك واش دخلك أنت في النافيغاج ندخل في النافيغاج كيفاش ما ندخلش راكو في داري هنايا إيه ورانا في الريسك إلا داونا يدونا كاع علاه يخلوني أنا دارك أي دار ما هادي من وقتها ولاد دارك أودي وقيلة هاد الراجل خرف ولا شي حاجة أنا والله ماني قادرة المهبول الجديد العربي أنا بالك وش راك تقول يا دارو إيه هادي دارو
سمعتوا على بالكم كي تزوجت انا والعربي واش درنا؟ ها هو نعطيتو هذا الدار، هو واش عطالي؟ عطالي فيلا بابا حناني تاع الورث تاعو. اللي ما على بالكمش مالا نقولكم الدار هذه رانا كل ذوك عايشين عند عمكم العربي، مالا غير هني وروحكم وقعدوا ترانكيل وبركاو من المشاكل تاعكم. ايوا فيلا فيلا ايه لا لا ولات في الفيلات ولا علالي لعبتيها لعبه صحيحه يا رقية. راح انتينا خلاص يا هذيك هي كي ما فهمتها واش سمعتوا بالفيلا راح ينتهبلوا ولا واش؟ اويلي 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 كما قالها التيجاني نيتك انا الحسده وخارجي من داري وانا كطنها ما على باليش. معليش معليش شوفي يا سميه ما عنديش الوقت، شوفي بنيتي راني خارجه وانت ديري لهم الغدا، انا راح اشوف الفيلا الجديده اللي حنسكن فيها. ايا تنسيش قاتلكم ما حد يشوف الفيلا على بالنا كيما قلت لكم القسمه تكون على ربعه وديروا في بالكم باللي كل يوم واحد يوقف لي في الحانوت. انا ما نقد على وقفه الحانوت. اسمع انا عييت انا ما نعاودش الهضره راني نقول لك خلاص صاي دوك انا ماذا بيا شويه روبوزي وناكل من الغلات تاعكم. يا اخي راكم سمعتوا يماكم واش قالتكم؟ راكم في داري اللي عجبو الحال عجبو اللي ما عجبوش بابه مفتوح. ايوا كاين حاجه باش نقولها لكم. ايوا من اليوم تعودوا تعيطوا لي ديدي العربي. ديدي هادي ماشي اغنيه. ديدي واه ديدي ديدي واه خالد احشم ايوا بارد القلب راك تغني يا ودي تفكرت روحي كي كنت في طليان. ايوا الكتاب واش دخل خالد مع انا نروح واش ندير فطور انا نتاحل سامو ديري متوم ديدي واه ديدي ديدي you